هذا ديال المجمل. وبالنسبة للعصير، هذا المركز ديال العصير اللي كنديرو في كنخليو غير على برا في البلاكار، كل لتر ديال العصير ديال الحامض كنديرو له 750 غرام ديال السكر. السلام عليكم، في هذا الفيديو غنقدم لكم طريقة ديال التحضير ديال العصير ديال الحامض. عندي هنا العصير ديال الحامض مركز، اللي غادي يكون القاعدة ديال العصائر اللي غادي تشوفوهم معايا في القناة في شهر رمضان وحتى في الصيف. بالنسبة لهذا العصير، هذا كاين هنا جوج ديال الطرق ديال التخزين. عندي هنا طريقة ديال التخزين بلا مجمد، وعندي هنا طريقة ديال التخزين بالمجمد. تابعوا معي الفيديو للاخير. عندي هنا الحامض بكميه كثيره. بالنسبه للحامض، غسلته البارح في الليل وخليته حتى نشف مزيان، راه ناشف، عاد غادي نخدم به. غادي تتبعوا معي الطريقه. بالنسبه للحامض اللي كنعصر، كنعصر الحامض اللي كيكون داير بحال هكا، بحال هاد الحامضات هادو كنخليهم كنعصرهم، هادو ما كنحكهمش. وحتى بالنسبه للطرقات، هادو ما كنرقدهمش، اللي كتكون القشره ديالهم بحال هكا، هادو كنعزلهم. هي ديما نردو البال. بالنسبه للحامض اللي كيكون هكا بدا كيخماج، هذا ما كنعصروهش وما كنديروهش في الحامض المصير، هذا ما كنستعملوش، لان حبه وحده الا عصرناها ولا درناها راه كتفسد لنا يعني سوا البقال ولا كتخسر لنا يعني القرعه ديال العصير كامل. ديما نردو البال يعني فاش نكونوا غادي نخدمو، ديما كننقيو باش ما تكونش النتائج اللي ما نبغيوهاش. ها هو عندي الحامض عزلته، كنعزل هذا، هذا الحامض هذا اللي كتكون القشره ديالو صافيه ومزيانه، هذا غادي نحكو. عندي هذا وهاد الصينيه هذه، حتى هذا عندي القشره ديالو نقيه، حتى هذا يصلح انني نحكو. كنبدا بالمركز ديال الحامض، كناخذ الحامضه غادي نحك لها غير القشره ديالها، ما نوصلش للقشره البيضاء. صافي، بعد ما حكيت هاد الكميه هادي ديال القشور ديال الحامض، كنزيد جوج كيلو ديال السنيده ديال السكر ديال السنيده. هاد السكر هذا كنخدمو مزيان بحال هكا باش كنخرج كاع النسمه ديالو في السكر. صافي، تقريبا راني خدمت واحد 5 ديال الدقائق، كطلع منو الريحه مزيانه، وحتى السكر صافي كيتبدل اللون ديالو، كيولي كيلمع. صافي، هذا غادي نخليه ونعصر الحامض. غادي نقول لكم الكميه اللي غادي ندير، لجوج كيلو ديال السكر. كناخذ هنا واحد القرعه اللي غادي نعبر بها. بالنسبه لهاد القرعه هذه كتاخذ لي لتر ديال العصير، لتر ديال العصير. صافي، طحنت الكميه كامله. بالنسبه لهاد الجلود هادو والعلفه، كنديرهم مع القشور هادو ديال الحامض. وبالنسبه لهاد القشور هادو ما كنضيعوهمش، من بعد غادي نحط لكم فيديو الاستعمالات ديال هاد القشور هادو ديال الحامض. صافي، بعد ما عصرت الحامض ووجدت السكر، غادي نردو هنا في هذا البقال هذا الكبير. من الاحسن نتفاداو الاستعمال ديال الحوايج ديال البلاستيك في الحامض، في الحوايج اللي فيهم لاسيديتي. صافي، بعد ما زدت السكر في البقال، كنزيد الحامض وكندير واحد الشبكه باش ما تهبطليش العلفه. كنزيد القرعه الثانيه. كنزيد القرعه الثالثه. كنزيد القرعه الرابعه. دابا زدت 4 لتر ديال العصير ديال الحامض في جوج كيلو ديال السكر سنيده. بالنسبه للقرعه صفيتها عاد وزلتها،
كنبقى كنحرك. كنحرك مزيان باش يذوب السكر، وغير كل مره كنجي كنحركو. كناخذ الميزان كنوزن، نريد الميزان ديالي. صافي هنا ريقلت الميزان. كناخذ هنا الفريضه بالنسبه لليتر ديال العصير، اطرو ديال العصير ديال الحامض كنديروا له 750 غرام ديال السكر. هنا عندي جوج طرو ديال العصير، غادي ندير لها كيلو ونص. فوالا درت لها كيلو ونص ديال، هنا درت كيلو ونص ديال السنيده. كنزيد لها القشور ديال الحامض اللي حكيت. بالنسبه للحامض ما كنحكش الكميه كامله، كنحكي واحد الكميه غير صغيره. ضروري تخدموا مزيان هاد السكر والحامض باش كيخرج النكهه ديالو في السكر. تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. هيا نعاود نشرح لكم مزيان باش تفهموا. هيا عندي هنا كيلو ونص ديال السكر اللي زدت له القشور ديال الحامض وخدمتهم مزيان. غادي نزيد لهم جوج لتر ديال العصير ديال الحامض اللي عصرته. بالنسبه للحامض ما كنزيدولوش حتى قطره ديال الماء. وبالنسبه للحامض اللي غادي نحتفظوا به برا ديال الثلاجه، كيخص الحامض يكون ناشف فاش كنكونوا درنا حكيناه، ما خصش تكون فيه حتى قطره ديال الماء. بالنسبه للبقر ديالنا كذلك خص ما يكونش فيه الماء ويكون نقي، لان بالنسبه لهذا العصير هذا اللي ما كيطيبش كيكون حساس. وكونوا اكيدين بان النتيجه ديالو يعني كتكون مزيانه. بالنسبه لهذا العصير هذا كتحتفظوا به برا ديال الثلاجه، راه ما كيخسرش وما كيطيحش، بالعكس كيكون عنده المذاق مزيان بزاف. ان شاء الله غادي تجربوه غادي يعجبكم. غادي نصفيه لان مازال عندي فيه العلفه. بالنسبه للسكر هنا درت كيلو ونص ديال السكر، غادي ندير لها جوج لتر ديال العصير. الا درتو غير اطرو ديال العصير كديروا لها 750 غرام ديال السكر. صافي كنزيدو كنصفيه، ضروري تصفى. العلفه والقشور الغلاض ما كنديرهمش. كنزيد القرعه الثانيه. هيا كنخلط مزيان هاد السكر باش كاع كيتخلط، باش ميبقاليش السكر لتحت. وبالنسبه لهاد المركز هذا، هذا ما غاديش نخليه 48 ساعه، هذا غير كنخلط السكر وكنردو في القراعي. وحتى بالنسبه للقشور ديال الحامض هذا ما غاديش نصفيه، لان درت كميه قليله وغادي نخلي فيه الحامض ديالو، وغادي نخلي فيه القشور ديال الحامض. كنحرك مزيان وغادي نردهم هنا في هذا القراعي هادو. صافي هنا القراعي عمرتهم مزيان. بالنسبه للمغطى ديال القراعي خصهم يكونوش مصديين، كنمسحوهم مزيان. وحتى بالنسبه للقرعه خص ضروري القرعه تكون معقمه، كتغسلوها بشويه ديال الماء الطايب والخل
هي القرايه واخا يكونوا مستعملين ماشي مشكل، هيا وكنسد مزيان القرعه. القرعه خصها تسد مزيان، القرعه اللي ما كتسدش ما نديروش فيها العصير، كنمسحها من الجناب. وكنقلبها على الوجه ديالها، ها هما القراعي بثلاثه كنوقفهم على الوجه ديالهم، ومره مره كنبقى كنقلبهم. بالنسبه لهاد القراعي هادو كتحتفظوا بهم غير في البلاكه، ما كديروهمش في الثلاجه، حتى كتحلوا القرعه عاد وديروها في الثلاجه، هذا ما تخافوش منه، راه كيبقى عندكم واحد المده اللي طويله بزاف، راه ما كيخسرش وما كيبانش. ولكن غير القراعي ضروري تفقدوهم، تشوفوا الا كانوا كيتنفسوا تسدوهم مزيان. هادو عاد وجدتهم هاد النهار، وهذا وجدته هاد يومين، هاد يومين ملي وجدته صافي هذا راه واجد عندي. بالنسبه لهاد البقال هذا، هذا غادي نديرو في المجمد، خليته 48 ساعه وكنت غير مره مره كنحركو حتى لبس السكر ديالو. هو بالنسبه لهاد البقال هذا، هاد يومين ملي وجدته راه دازت عليه 48 ساعه صافي، راه تركز مزيان وراه واجد عندي، كاع السكر ديالو داب. غادي نصفيه، هاد غادي نحتفظ به في المجمد، كنصفيه كنحيد له القشور ديالو. صافي هاد البقال هذا صفيتو، صافي هكا غادي ندخلو في المجمد. بالنسبه للبقال غير ما تعمروهش كاع حتى الفوق، صافي البقال سديتو مزيان وكنديرو في المجمد. وفوقاش ما كنحتاج يعني المركز ديال العصير، كناخد معلقه ولا زوج ولا كاس على داكشي، على حساب داكشي اللي غادي نحتاج. وبهذه الطريقه هادي راني حضرت المركز، هذا المركز اللي كنديره في المجمد، كندير له كل لتر ديال العصير كندير له نص كيلو ديال السكر، كتقدروا ديرو قل وكتقدروا ديرو كثر، هذا ديال المجمد. وبالنسبه للعصير، هذا المركز ديال العصير اللي كنديرو في، كنخليوه غير على برا في البلاكه، كل لتر ديال العصير ديال الحامض كنديرو له 750 غرام ديال السكر. بالنسبه لهذا راه كيبقى لمده طويله، راه ما كيخسرش ما تخافوش منه. غير بالنسبه للقرعه خصهم يكونوا معقمين، القرعه تكون مسدوده مزيان، وتحترموا الكميه يعني ديال السكر والكميه ديال الحامض، كيبقى لكم المده اللي بغيتو. عندي هنا لتر ديال العصير ديال الحامض اللي عصرت، كندير لها 750 غرام ديال السكر، وعندي هنا الحامض اللي حكيت في الحكاكه الرقيقه. بالنسبه للحامض ما كتحكوش كاع الكميه كامله، شويه كتحكوها وشويه ما كتحكوهاش. بالنسبه للكميه ديال الحامض اللي استعملت كتبقى على حساب النوعيه ديال الحامض اللي استعملته، لان كل حامض وشحال كيخرج لكم. كاين الحامض اللي كيخرج لكم واحد الكميه كبيره ديال العصير الا كان فيه الماء، وكاين الحامض فاش كيكون ناشف كيخرج لكمش كميه كبيره. ما غاديش نعطيكم المقياس يعني القياس بالقياس يعني ديال الكميه ديال الحامض، ولكن غادي نعطيكم القياس يعني بالمقياس ديال العصير. عندي لتر ديال العصير كديروا لها 750 غرام ديال السكر، وكتحكوا الكميه الكبيره ديال الحامض. ثاني بغيتوا تحكوا الكميه اللي كامله كتقدروا تحكوا الكميه كامله. اول حاجه كنديرها بالنسبه لهاد لوزاست هذا، كنزيد له السكر 750 غرام ديال السكر، هاد القشره ديال الحامض اللي حكينا. هذا كيتخدم مزيان، غادي نخدمها انا باليد ديالي كيكون احسن، ان هاد لوزيست هذا كيطلق مزيان في السكر. فاش كتخدموه بهذه الطريقه هذه كتحكوه مزيان في السكر، كنخدمو تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، كتشمو حتى الريحه ديالو، كيطلق الريحه مزيانه. صافي بعد ما خدمت السكر والقشره ديال الحامض،
كتلاحظوا حتى اللون ديال السكر كيولي صفر، كيتنسم مزيان. كنزيد العصير ديال الحامض، كنصفيه الا كانت فيه شي علفه باش ما كنزيدهاش. ودوك الجلود الغلاط حتى هما كنحيدهم. كنحركو مزيان وكنغطيه. صافي عندي هاد المركز هذا الثاني، خليته حتى هو بكيله كامله حتى ذاب السكر ديالو. صافي هذا هو المركز الثاني اللي حضرت معاكم. ديما كنردو البال من شي علفه لان العلفه هي اللي كتعطينا المروره في العصير. صافي هذا غادي نحطو يطيب. هنا العصير درتو فوق النار تقريبا غير واحد الربع ساعه، غير كيطلع الكشكوشه. هاد الكشكوشه هادي ديال الفوق كنحيدها. القرعة وهي سخونة كنزيرها مزيان وكنحطها على الوجه ديالها، كنحطها بحال هكا حتى كتبرد عاد نقلبها. هذا المركز ديال الحامض اللي ما طايبش وهذا المركز ديال الحامض اللي كيطيب. بالنسبه للمكان التخزين ديما كنخزن في واحد البلاكار اللي كيكون بعيد على الضوء وبعيد على الرطوبه وبعيد على الحراره. بالنسبه للقرعه اللي حليتها كنديرها في الثلاجه وكتبقى لمده طويله. بالنسبه لهاد القراعي هادو ضروري يديروا القراعي اللي كيتسدوا مزيان، يعني ما يدخلوهمش النفس. وبالنسبه للاواني ديال التخزين الا كان عندكم هاد القراعي كتخزنوا فيهم، هادو ديجا ديال العصير كتغسلو مزيان وكتخزنوا فيهم، ولا كتخزنوا في هاد القراعي هادو اللي كيجي فيهم الكونفيتير كتغسلوهم مزيان وكتخزنوا فيهم. بالنسبه للقرعه اللي مصديه ما كتستعملوهاش. وبالنسبه للبلاستيك نحاولوا اننا نتفاداو البلاستيك، ما نخزنوش في البلاستيك. وحتى بالنسبه للتحضير نبتعدوا على البلاستيك وحتى الالومنيوم لان الحامض كيتفاعل. ديما نستعملوا الاواني ديال الزر. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالو من الاعجاب ديالكم، وهكا كنجي لنهايه الفيديو. اي تساؤل عندكم خليوه لي في التعليقات. كنقول لكم بالسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.